بين مشهد عالميا يتسم بالتعقيد وتحديات غير مسبوقة، يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بولاية ثانية حاملة معها وعودا تتجاوز حدود الاقتصاد التقليدي. ووسط إعلان فوزه شهدت الأسواق العالمية ردود فعل غير متوقعة، فعلى سبيل المثال تراقص المعدن الأصفر الذي يمثل المعيار الدقيق للقيمة الحقيقية للعملة الأمريكية، فقد تراجع الذهب ثم عاد للارتفاع، ما يترك انطباعا بأن طريق ترامب الجديد سيكون مليئا بالتقلبات والتحديات المالية. فكيف سيوازن ترامب بين أولوياته الداخلية واستراتيجيته أمريكا أولا التي تثير قلق الشركاء الدوليين؟ سياسات ترامب التي طالما وصفت بالحمائية قد تدخل في فصل جديد من العقوبات والرسوم الجمركية، ما يثير التساؤل حول مستقبل العلاقات مع شركاء التجارة الرئيسيين خاصة في آسيا وأوروبا. لكن ماذا عن الداخل الأمريكي؟ هل ستظل هذه السياسات قادرة على حماية الاقتصاد المحلي ودعم الإنتاج الصناعي؟ أم سيظل الاقتصاد في مواجهة ضغوط التضخم وأسعار الفائدة التي أثارت جدلاً واسعاً؟ وفي ظل تصريحاته المتكررة عن تقليل الحروب الخارجية، يقف ترامب أمام اختبار اقتصادي فريد. كيف سيوازن بين خفض الإنفاق العسكري وتحفيز الاقتصاد الأمريكي؟ وما البدائل المتاحة لتحفيز النمو دون الاعتماد على الحروب التي كانت جزءاً من استراتيجيات أمريكية لتحريك عجلة الاقتصاد؟ في حلقة اليوم مشاهدينا من برنامج من جهة غربية نطرح هذه الملفات، فأهلاً بكم.